أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. تكاثر مستمر للمتحور أوميكرون مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد، وتظل الجرعة المعززة مهمة من أجل تحصين الملقحين من خطر هذا المتحور. بالرباط، انعقاد لقاء تشاوري حول الصحافة الوطنية، أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل. اللقاء فرصة لتسليط الضوء على المعيقات التي تعرفها بيئة العمل بالهيئات الصحفية. بوجدة وعلى مساحة 5 هكتارات تم تجهيز مركز الإغاثة والمرآب الجهوي بآليات ومعدات التدخل بهدف المساهمة في فك العزلة القروية وتخفيف معاناة ساكنة المناطق النائية. أهلا بكم من جديد. بخصوص حصيلة الحالة الوبائية، وإلى حدود أمس بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها 4299 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1147 حالة شفاء وخمس وفيات. أما حصيلة الملقحين فبلغت 3,184,255 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة، فيما ارتفع عدد الملقحين حين بالجرعة الثانية إلى 22,949,382 شخصا مقابل 24,573,026 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وفي حصيلتها نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الحالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون في تكاثر مستمر مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد يوم أمس. كما عرفت هذه الهيمنة التدريجية لمتحور أوميكرون دخول 7 حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة. ياسر العمراني وعبد الرحيم فيلول. الموجة الثالثة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس التاجي ومتحوراته، العنوان الأبرز لحصيلة الفترة الممتدة ما بين 20 من دجنبر المنصرم والثالث من يناير الحالي. بلادنا تسجل أولى حالات الوفاة جراء الإصابة بالمتحور أوميكرون. المعطيات تظهر أن هذه الموجة تشهد تغييرا أسبوعيا كبيرا في عدد الحالات، حيث انتقلت في الأسبوع الأول من 50% لتصل في الأسبوع الأخير إلى 222.5% بتسجيل 10,658. هذه الموجة تتميز بتغير أسبوعي في عدد الحالات كبير، حيث إن ما بين أسبوع وأسبوع كترتفع الحالات بشكل سريع. في الأسبوع الأول بلغ التغير الأسبوعي 50%، في الأسبوع الثاني 150%. هذه السرعة في الانتشار يؤكدها كذلك مستوى التطور الأسبوعي لنسبة الإيجابية، إذ انتقلت من 1.6% الأسبوع الأول إلى 10.2% الأسبوع الأخير. أما على مستوى باقي المؤشرات فقد بلغت الحالات الجديدة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة 152 حالة في الأسبوع الأخير. فيما يتعلق بالوفيات، وبالرغم لله الحمد أنها ما زالت قليلة، لكن عددها بدأ يرتفع تدريجيا من 13 حالة وفاة في الأسبوع الأول من هذه الموجة إلى 19 حالة وفاة في الأسبوع الثاني، وفي هذا الأسبوع الأخير تم تسجيل 27 حالة وفاة. أما في جديد الحملة الوطنية للتلقيح ف 67.3% هي نسبة الملقحين بالجرعة الأولى وطنيا، فيما بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الثانية 63%، و 8.5% هي نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة بمعدل استمرارية في حدود 20%. واللحظة تنضم إلينا مباشرة من أكادير البروفيسور هند سرحان، أستاذة بكلية الطب والصيدلة بأكادير، أخصائية في الأمراض الصدرية. أهلا بك بروفيسور.
تم الإعلان على أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في بلادنا. سبعة ديال الحالات كذلك إلى الآن كتصارع المرض في أقسام الإنعاش. شنو تقييمكم للحالة الوبائية في ظل كل هاد المعطيات بروفيسور؟ مرحبا بك الأخت سهام ومرحبا المشاهدين الكرام. أنا بالنسبة لي وتقييم الشخصي ديالي هي أن الحالة الوبائية حد الآن ولا الحالة الوبائية الحالية هي مقلقة. نقدر نقول عليها أن مقلقة. علاش؟ لأن إلى لاحظنا ما بين يوم الاثنين ويوم الأربعاء كان تضاعف ديال عدد الحالات بواحد الشكل مهول. دزنا من 800 حالة إلى 4000، أكثر من 4000 حالة ما بين الثلاث وما بين الأربعاء، وهذا كيدل على سرعة انتشار هذا المتحول الجديد. وما خصناش ننساو أن حاليا كاين فيروسين اللي كينتشروا حاليا، كاين دلتا اللي مازال ما تخلصناش منه تماما، وكان فيروس ديال الأوميكرون اللي سرعة الانتشار ديالو مهولة ومقلقة جدا. ولحد الآن منظمة الصحة العالمية على الرغم من أن كيروجوا شائعات أن المتحور دلتا، أن المتحور أوميكرون الأعراض ديالو كتكون طفيفة وما كيقش الجهاز التنفسي أو بالضبط الرئتين، ولكن ما كاينش معطيات علمية تجزم أنه أقل شراسة من المتحورات السابقة. وبالتالي خاصنا نتوخاو الحذر وخاصنا نردوا البال وخاصنا نوسعوا من ولا نسرعوا من وتيرة التلقيح للتغلب ان شاء الله على هذه الحالة الوبائية، وما ندوزوش لا قدر الله انتكاسة وبائية جديدة. اذا كيف ما قلتي بروفيسور، يعني المؤشرات الوبائية في بلادنا غادية وكترتفع، واش الى استمر الوضع على هذه الحال غنمشيو لانتكاسة وبائية لا قدر الله، خاصة مع الانتشار السريع ديال أوميكرون؟ طبيعة الحال كيف سبقت وشرت، المتحور أوميكرون سرعة الانتشار ديالو سريعة جدا ومهولة، وكنلاحظوا أن عدد الحالات كيتضاعف ما بين نهار ونهار، ما بين أسبوع لأسبوع، سرعة الانتشار كبيرة جدا. باش ما كتكون سرعة الانتشار كبيرة، باش ما عدد وفضل انخفاض وتيرة ديال التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة، غيكونوا في الغالب حالات إصابة وحالات حرجة اللي لا قدر الله ممكن أن يتم الاستشفاء ديالها في العناية المركزة أو لأقسام الإنعاش. وبالتالي باش ما تيكون العدد كيتزايد عدد حالات الإصابة، ممكن يتزايد عدد حالات الإصابات الخطيرة وعدد الناس اللي غيتم الاستشفاء ديالهم في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، وبالتالي ممكن يكون الضغط على المنظومة الصحية. وإلا كان الضغط على المنظومة الصحية لا قدر الله ممكن نعاودوا ندخلوا لا قدر الله في انتكاسة وبائية جديدة اللي احنا ما كنتمناوهاش، وكنتمناو ان الناس يوعاو وانهم يعرفوا ان من الواجب عليهم ماشي. اذا البروفيسور وصلت الفكرة، تفضلي بالبقاء معنا، سنواصل الحديث بعد قليل. بعد قرار تقليص المدة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من 6 إلى 4 أشهر، بدأ المواطنون يقبلون على تلقي الجرعة الثالثة المعززة للمناعة، خطوة تدخل في إطار جهود التصدي للمتحور الجديد وكذا تعزيز مناعة الأفراد ضد الوباء. من مراكش ريبورتاج سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. بهذا المركز وخلال صبيحة هذا اليوم تم تلقيح 40 شخصا بالجرعة الثالثة وحوالي 7 بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح كوفيد، حصيلة يومية تبقى بعيدة عن الوتيرة التي كانت تسير بها عملية التلقيح خلال الموجات السابقة. اللقاح الأولين والثانية ضربناها مزيان، وهذه يلا ضربناها ما عرفناش. كاينين الناس اللي ضربوا الثالثة دابا، وكاينين الناس اللي ضربوا جوج الثالثة ما عكزانين عليها ما بغاوش يضربوها. عدد الملقحين من الأشخاص المسنين يعكس كذلك مدى وعي هذه الشريحة على مستوى إقليم الحوز بأهمية اللقاح وبفاعليته وقدرته على تقوية المناعة وتجنيب المصابين المضاعفات الخطيرة للفيروس. لقحت الاولى الثانيه بغيت نلقح الثالثه بغيت نلقحها، لانه هي فيها المناعه ومزيانه لينا وراه ما فيها لا ضرر لا والو.
انا مرتي ضربات الثالثه يلاه هذه ما شديت لي هذاك الجواز الثالث. كيبقاو هذوك الاجراءات الاحترازيه ضروريه من وضع الكمامه التباعد الجسدي كل شيء هادشي خاصو باش ان شاء الله يعني نستمروا ويعني نحافظوا على هذا المكتسب اللي اكتسبناه في القضاء على هذا الفيروس كورونا برمته. أمام مؤشرات تأزم الوضعية الوبائية من جديد ببلادنا، يبقى التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية سبيل وحيد لربح مرحلة أخرى من معركة ضارية مع فيروس كوفيد ومع متحوراته. إذن بالعودة إليك بروفيسور هند سرحان، الحالة المصابة بالفيروس وتلك المتواجدة بغرف الإنعاش ما استفدوش من الجرعة الثالثة وما كاين حتى اللي كاين فيهم حتى اللي مازال ما تلقاش، شنو كيمثل التلقيح الكامل مع هذه الظرفية وهذه المؤشرات الوبائية اللي تكلمنا عليها؟ انا بالنسبه لي اللقاح هو ما عندناش خيار واحد اخر، اللقاح هو الوسيله الوحيده للخلاص من هذا الوباء اللي احنا دابا عامين ولا ثلاث سنين هذه وحنايا تنعانيو منه. الناس اللي كيرفضوا التلقيح ولا عندهم تحفظ على التلقيح يعطيونا وسيله اخرى ولا يعطيونا البديل على التلقيح. الناس اللي عندهم تحفظ على الجرعه الثالثه وداروا الجرعه الاولى زعما ما تنفهمش المغزى ديالهم ولا ما تنفهمش التوجه ديالهم علاش كيرفضوا الجرعه الثالثه الوغ كو سبق ليهم وخذوا الجرعه الاولى والجرعه الثانيه الحمد لله ودازت بسلام، وعلما ان الجرعتين الاولى والثانيه راه ما تعطيش حمايه مدى الحياة بحال مجموعة ديال 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 التلقيحات اللي كنا ديجا خديناها. راه حنا منين خلقينا وحنا كنتلقحوا اذا ما عرفتش علاش كاين تحفظ على هذا التلقيح بالضبط وحنا في حاجة ليه وحنايا في خضم موجة جديدة ديال الكورونا وحنايا مع انتشار هذا الفيروس هذا وسرعة الانتشار خصوصا ديال هذا المتحور الجديد ما عندناش وسيلة أخرى للخلاص ما عندناش إلا التلقيح. وكنتوجه وكنخاطب السادة المواطنين اللي مازال ما خدوش الجرعة الأولى يتوجهوا ياخذوها لأن حنا مازال ما وصلناش النسبة المئوية اللي غتمكننا من المناعة الجماعية والناس اللي خداو الجرعة الثانية وما خداوش الجرعة الثالثة كنتوجه ليهم وكنخاطبهم أن الجرعة الثالثة ما فيها حتى شي ضرر كما دازت الجرعة الأولى والثانية بسلام راه الجرعة الثالثة إن شاء الله حتى هي غادي تدوز بسلام. وكنتوجه ليهم كمواطنة اللي تنحرص على سلامة المواطنين أنهم حرصا عليهم هم على أنفسهم وعلى العائلات ديالهم وعلى المحيط ديالهم أنهم يتوجهوا لمراكز التلقيح. إذن بروفيسور وهي دعوة موجهة لجميع المواطنين كما قلتي البروفيسور هند سرحان أستاذة بكلية الطب والصيدلة بأكادير أخصائية في الأمراض الصدرية، شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة أكادير. وعبر العالم أرقام قياسية يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خصوصا المتحور أوميكرون تم تسجيلها في عدد من دول العالم خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ما دفع عشرة البلدان إلى إعادة فرض المزيد من الإجراءات والقيود الصحية في مواجهة هذه الموجة الكاسحة للمتحور أوميكرون. إبراهيم المرزوقي. بوتيرة متسارعة يواصل فيروس كورونا المستجد وخاصة المتحور أوميكرون انتشاره في عدد من بلدان العالم وبأرقام قياسية. فرنسا سجلت في 24 ساعة الماضية أزيد من 270 ألف إصابة مؤكدة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إصدار شهادة تطعيم للحد من الموجة الحالية وفرض قيود على غير الملقحين. أما بريطانيا فقد تجاوزت أمس حاجز 200 ألف إصابة مؤكدة ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التحذير من أن البلاد في شبه حرب مع هذا الوباء خصوصا المتحور أوميكرون السريع الانتشار. إن تفعيل عيادتي الطوارئ ودعوة متطوعين طبيين مدعومين من الجيش يعني أن جهاز الصحة الوطني يستعد لما يشبه حالة حرب، وكل من يعتقد أن حربنا مع كوفيد انتهت هو مخطئ جدا، إنها لحظة تتطلب أقصى درجات من الحذر.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجلت البلاد أرقاما قياسية يومية تجاوزت أول أمس 2,080,000 إصابة مؤكدة. وقد حذر كبير مستشار مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد ارتفاعا شبه عمودي في الإصابات بكوفيد 19 وأن هذه الموجة قد تبلغ ذروتها في الأسابيع القليلة المقبلة. بالرباط انعقاد لقاء تشاوري حول الصحافة الوطنية، أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل. اللقاء حضرته مجموعة من الهيئات المهنية بغية تسليط الضوء على المعيقات التي تعرفها بيئة العمل بهذه الهيئات الصحفية. وصال إمغري وعثمان التازي. في المغرب أدت جائحة كورونا إلى أزمة عميقة في قطاع الصحافة بشكل عام والصحافة الورقية على الخصوص، أزمة أرخت بظلالها على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية واللوجستيكية للمنشآت الصحفية. من هنا جاء تنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي يسلط الضوء على الوضع الإعلامي ببلادنا وتمظهرات هذه الضائقة، مما جعل مواجهتها أمرا حتميا يتطلب معالجة فورية. النقاش اللي غادي يكون اليوم هو نقاش الهدف منه وبمشاركة عدة أطراف هو أنه تكون هناك خارطة طريق للعمل من أجل أننا نتجاوز هذه الأزمة، من أجل أننا نمشي للمستقبل نحو التطورات والانفتاح على الأفاق الجديدة اللي كتفتح التكنولوجيات كذلك التواصل الحديثة، لأنه نحن في حاجة إلى صحافة قوية، إلى صحافة محترفة. هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل النهوض بأوضاع قطاع الصحافة الوطنية من خلال تمكينها من الأدوات والآليات الملائمة لتطويرها حتى تتمكن من أداء وظائفها. الجيد في هذا اللقاء الذي بدأت به الوزارة عملها هو أنها جمعت جميع الفرقاء الذين يمكن أن تكون لهم اقتراحات مختلفة وأن يحاولوا توحيد وجهات النظر، لأن اليوم مع قوة الأزمة هو يوم لتوحيد الكلمة وللتلاحم من أجل مواجهتها. لذلك نحن في حاجة ماسة اليوم إلى البحث على سبل كيفية إخراج مشهد الإعلام من غرفة الإنعاش المركز من خلال إعمال حلول حقيقية. الدعم هو أحد الوسائل ديال الإسعاف، ولكن هناك فضاءات وآفاق أخرى يجب الالتجاء إليها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الظروف الدقيقة اللي كنعيشوها جميعا. وللإشارة في هذا اللقاء يأتي في ظل وقت تضع فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل آخر اللمسات بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 8813 المتعلق بالصحافة والنشر. واللحظة مشاهدين ينضم إلينا مباشرة السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. أهلا بك سيد الوزير. الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في مجال الصحافة والإعلام تلتئم معكم اليوم ضمن فعاليات اللقاء التشاوري الذي تحتضنه رحاب المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط. سيد الوزير، ما الذي تنتظرونه من هذا اللقاء وما أهم المواضيع المطروحة ضمن جدول أعماله؟ اهلا وسهلا وشكرا على وجودكم معنا اليوم والتركيز على الاشكاليه اللي عانى منها يعني ميدان الصحافه والصحفي بصفه عامه في العالم وبالطبع في ما يهمنا هنا يعني في المغرب. كيف ما عرفنا يعني في هذه السنوات السابقه وهذه السنتين السابقه في ظل الازمه ديال الكوفيد الصحافه عانت من كمجموعه ديال القطاعات الاخرى وكانت هناك أزمة عميقة، ولكن الفكرة اليوم هي من هذه الأزمة لابد أن نبني استراتيجية جديدة باش نتجاوب مع الإشكاليات اللي كانت قبل الأزمة والإشكاليات اللي بانت أكثر يعني مع هذه الأزمة الصحية. وبالطبع لا يمكن للوزارة أو القطاع أن يتكلم عن الحلول بدون إشراك الفاعلين بالأمر، فلابد أن يكون هناك يعني كلمة لهم، وهذا يعني هذا هو هدف هذا اللقاء. وكان هناك مجموعة من الاقتراحات بما فيهم دور ديال الشركة الإعلامية والفرق
ما بين يعني الصحافة الكتابية والصحافة الإلكترونية، وبأن كل لهم يعني لديهم دور خاص، خاص على الأقل اليوم يكون واحد نموذج اقتصادي جديد وتعامل جديد مع الميدان الصحفي، وهذا ما سوف نقوم به. هذا إلا لقاء أولي للإنصات للفاعلين، وسوف يكون هناك على الأقل فهد الإطار. سيد الوزير إذا سمحتي عذرا على المقاطعة، إذن الصحافة والإعلام بلادنا مجال محفوف بالتحديات والإكراهات، هذه الأخيرة زادت تداعياتها في زمن الجائحة، لو سمحتم نود منكم أن تقربونا من تطلعات المهنيين التي عبروا عنها خلال هذا اللقاء التشاوري. كاين هناك مجموعه ديال الاشكالات اللي تكلموا عليهم الاخوات الاخوان. كاين بالطبع الاشكال اللي مرتبط بالصحفي اصلا، المهنه الصحافه، ما شكون هو هذا الصحفي، الظروف اللي كتعطى فيه ديك يعني لاكارت ديال الصحفي، اشكاليات اخرى مرتبطه بالشركه الصحفيه والمجال يعني المرتبط كذلك بليزامبو، يعني يعني مجموعه ديال الاشكاليات تكلموا عليهم الاخوات والاخوه اليوم. واليوم ما بغيناش ندخلوا في نقط المرة أخرى، الفكرة هي ماذا نريد غدا، يجب أن ندفع باش يكون هناك تكتلات لمجموعة ديال الشركات الصغرى صحفية باش يوليو نمشيو بهذا المفهوم ديال البول ميديا اللي يقدر يلعب واحد الدور كبير غدا في المجتمع. نذكروا بأن دور الصحافة دور مهم جدا في المجتمع، وهو يعني مهنة شبه عمومية، ولو بوجود شركات خاصة هو دور شبه عمومي. فلهذا اليوم التركيز على الاستراتيجية والتكتل مجموعة من المجموعات هي نقطة من نقطة من النقط المهمة اللي خرج بها هذا اللقاء. بالطبع كيف ما قلت لكم وذكرتكم بأن سوف يكون هناك لقاء ثاني وثالث لترميم وتكميل هذه الاستراتيجية التفاعلية باش نخرجوا بها متفقين كفاعلين في المجال ديال الصحافة وكقطاع للصحافة، باش نتكلموا على ماذا نريد في هذه العشر سنوات أو 15 سنوات المقبلة من الميدان الصحفي. إذن السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، شكرا على كل هذه المعطيات والتوضيحات، كنت معنا مباشرة من الرباط. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على سلم ريشتر اليوم بإقليم الدريوش. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش وقعت على الساعة 10:11:52. في فصل الشتاء تبرز الحاجة إلى معدات فك العزلة وإزاحة الثلوج بالمسالك الطرقية، ومركز الإغاثة والمرآب الجهوي للآليات ومعدات التدخل التابع لمجلس جهة الشرق أحدث لهذه الغاية مركزا يتوفر على آليات متعددة الاستعمال. زكية بلقاس ورشيد العتابي. مركز للإغاثة بوسائل لوجستية مهمة، شاحنات لنقل الأتربة، جرافات ورافعات، ساهمت طيلة الأربع سنوات الأخيرة في إزاحة الثلوج خاصة في فصل الشتاء حيث الانقطاع المتكرر للمسالك الطرقية. تدخل في حالة مثلا إزالة إزاحة الثلوج بالنسبة للمناطق اللي كتسقط فيها الثلوج وكتقطع بسبب صعوبة حركة السير، كذلك آليات أخرى متخصصة في التدخل في حالة حدوث لا قدر الله كوارث طبيعية. 115 آلية يضمها مركز الإغاثة بالجهة الشرقية، معدات يتم توظيفها لكسر طوق العزلة بالمناطق النائية وتيسير الولوج إلى الدواوير القروية. كل الأشغال يتم برمجتها في إطار اتفاقية شراكة ما بين مجلس الجهة وجامعة الترابية. حاليا نحن بصدد فتح مسالك في 5 أقاليم اللي هي دريوش، ناظور، توريت، جرادة وفي جيك، وذلك لفك العزلة عن ساكنات العالم القروي. حوالي 4000 كيلومتر من المسالك الطرقية تم فتحها بفضل هذا المركز بالجهة الشرقية، مركز يوجد في حالة تأهب دائمة.
وللإحاطة بهذا الموضوع معنا مباشرة السيد عمر أحجيرة النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق. سيدي مرحبا. إضافة إلى ما ورد في الروبورتاج، ما الذي يتوفر عليه مركز الإغاثة مرحبا. والكوارث بجهة الشرق من إمكانيات لوجستيكية تمكنه من التدخل في حالة الاستعجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على التعريف بهذه الخدمات ديال هذا المرأب الجهوي اللي كيتعتبر اول مركز جهوي من هذا النوع على المستوى الوطني. هذا المركز التكلفه ديالو تقريبا 35 مليار سنتيم. المعدات اللي شفتوها في المرأب اليوم هي فقط 20% من المعدات اللي كاينه كتحتويها هذا المرأب. 80% خارج الاقاليم، اليوم كاين 5 ديال لي بريغاد في الاقاليم اللي كيشتغلوا. هذا المرأب موجود دائما في حالة تأهب، فيه مهندسين، فيه أطور، فيه سائقين متمرنين لمواجهة الكوارث الطبيعية لا قدر الله من زلازل وفيضانات، وكذلك إذا كانت ثلوج من أجل فك العزلة. ولكن في سائر الأيام هو رهن إشارة الجماعات القروية اللي فيها المسالك الوعرة من أجل فتح الطرق، كما كتعرفوا كيعرف المواطنين أنه فتح الطريق هي فتح أمل الحياة أمام المواطن باش يسهل الولوج للوصول إلى المدرسة، للوصول للخدمات الطبية، للوصول للأسواق إلى آخره. وبالتالي في زيادة على هذه الآليات كاين كذلك المستودع فيه مساحته 3000 متر، فيه خيام وأفرشة ومواد غذائية في دائما متجدد، فيه الستوك، فيه الأمور اللي متعلقة بالله لا قدر الله إذا كانت شي كارثة مثل الفيضانات أو الزلازل لا قدر الله، كما شفتوا اليوم تسجلت، ونتمنى السلامة للجميع في إقليم دريوش. هزة أرضية تفوق 4 في سلم ريشتة. طيب سيدي، ما هي طبيعة العمليات؟ هذا المرأب هذا في حالة، طيب قلت ما هي طبيعة العمليات والتدخلات التي يسهر عليها هذا المركز بفضل الإمكانيات التي يتوفر عليها كما ذكرتم؟ هي فك العزلة، هي فتح الطرقات، هي كذلك إزاحة الثلوج، هي كذلك تنقية الأودية، لأنه ملي كنقيو الواد كنحميو الفيضانات من المدن وكذلك من القرى، وهي كذلك تنقية في المجال الحضري للساحات والمساحات اللي كتكون فيها، خاصة الأتربة، دوك الناس اللي كيرميو الهدم ديال البناء كيرميوه داخل المجال الحضري، وهذا الشيء كله كيحمي المدن ديالنا والقرى ديالنا من الفيضانات. طيب هو أساسا معمول لهذا الشيء، وهو في نفس الوقت في سائر الايام كان الجهه بالتعاون مع الجامعات بحال اللي ذكرتوا كتفك العزله بفتح الطرقات والمسالك القرويه، بحال اللي جا في الروبورتاج احنا واصلين 4000 كيلومتر من الطرق ديال اللي تفتحت، وان شاء الله راه العمل مستمر، وان شاء الله الطموح ديال المجلس كذلك في هذه المده الانتدابيه الحاليه باش يزيد 4000 كيلومتر اخرى اضافيه ان شاء الله. في هذا الاطار استاذ، ونحن في اجواء فصل الشتاء مع ما يعرفه يعني من تقلبات الجو وبرودة الطقس والتساقطات الثلجية، وبالنظر إلى يعني جغرافية جهة الشرق، ما مدى درجة الاستعداد والتأهب بهذا المركز للمساهمة في جهود فك العزلة خاصة عن المجال القروي؟ وحنا اولا كنطلبوا سيدي ربي باش يعطينا الشتاء ويعطينا الثلج على قد ننفع، وكذلك هي مناسبه باش ناكدوا بانه المرأب على اتم الاستعداد لفتح الطرق في حاله تساقطات ثلجيه، وهذا الشيء دأب عليه العاملون هنا والمهندسون والتقنيون على اساس انه كاين تدخلات بسرعه فائقه في المناطق اللي كتعرف انسداد الطرق والمسالك في حاله سقوط او تساقط الثلوج. إذن السيد عمر أحجيرة النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، شكرا على كل هذه التوضيحات. بميناء المضيق انطلق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، انتعش معه قطاع الصيد البحري من جديد بعد توقف لمدة 3 أشهر. عودة نشاط الصيد للموانئ تتم وفق ضوابط تضمن استدامة الصيد عبر الحفاظ على الثروة السمكية. فنا شاكر العلوي وعبد العلي قنوني. من جديد تعود الحركة لميناء المضيق على غرار مختلف الموانئ بربوع المملكة بعد انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط الذي تنتعش معه آمال العاملين بقطاع الصيد البحري، والحماس يعد عنوانا مميزا لهذه الفترة في صفوف الصيادين الذين يعودون لاستئناف عملية الصيد بعد توقف لمدة 3 أشهر وفق معايير تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية. بالنسبة لصيد الأخطبوط كان منتج
ماشي ما نقولوش الاخر من تز لا باس به. ال 40 مول 50 العديم يجيب 40 كيلو اليوم العديم. كاين الخير تبارك الله ومني كتفوا ثلاث ايام اربع ايام صافي مول 10 مول 5 مول كاين اللي والو كاين اللي يجيب 20 كاين كل واحد ورزقه. ونحتفظوا على المنتوج ديالنا اللي غنعيشوا حنا فيه واجيال الاخرين اللي ما جام مورانا. وكنطلب من الصياده المهنيين يحاولوا الكرية ما يجيبوهاش، الحجم الصغير ما يجيبوهاش، يحتفظوا عليه. عودة نشاط الصيد البحري للموانئ بانطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط تؤطرها ضوابط تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها عبر احترام الكوطة المحددة ومنع اصطياد صغار الأخطبوط. اللي مهم كثير وأن واحد الحملة تحسيسية كانت قبل الانطلاقة باش ان الاخوان البحارة ما يستهدفوش صغار الأخطبوط حتى يتم المحافظة على الثروة السمكية اللي جد مهمة بالنسبة للبحارة بصفة عامة. انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ينعش إذن قطاع الصيد البحري من جديد، ويبقى الأهم خلال هذا الموسم احترام الضوابط التي من شأنها الحفاظ على الكتلة الحية وضمان التوازن بالمصايد الذي يحقق استدامة عملية الصيد بمواسم قادمة. انتقل إلى عفو الله مساء أمس بالرباط المعطي جوريو الوزير والسفير الأسبق عن عمر 87 عاما، وتقلد الراحل عدة مناصب إدارية وسياسية ودبلوماسية. رحم الله الفقيد، إن لله وإن إليه راجعون. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم أسود الأطلس استعداداتهم في العاصمة الكاميرونية ياوندي على بعد 6 أيام من أول مباراة لهم في كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث أجرى المنتخب الوطني أمس حصة تدريبية ثالثة بمشاركة اللاعبين الحاضرين في انتظار انضمام الآخرين الذين يلعبون في البطولات الأجنبية خاصة الإسبانية والإنجليزية. ومثل ما كان عليه الأمر في الحصة السابقة، ركز المدرب الوطني وحيد خليلوفيتش على الجوانب الفنية والتكتيكية وأيضا البدنية استعدادا للمباراة الأولى ضد غانا يوم 10 يناير الجاري. إلى التذكير بالعناوين. تكاثر مستمر للمتحور أوميكرون مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد، وتظل الجرعة المعززة مهمة من أجل تحصين الملقحين من خطر هذا المتحور. بالرباط، انعقاد لقاء تشاوري حول الصحافة الوطنية، أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل. اللقاء فرصة لتسليط الضوء على المعيقات التي تعرفها بيئة العمل بالهيئات الصحفية. بوجدة، وعلى مساحة 5 هكتارات، تم تجهيز مركز الإغاثة والمرآب الجهوي بآليات ومعدات التدخل بهدف المساهمة في فك العزلة القروية وتخفيف معاناة ساكنة المناطق النائية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.